محمد حسنين محمد مصري. اسمك ايه يا حاج؟ محمد حسنين محمد مصري الجنسيه. وجدت مصري في مولد السيده زينب. اسمه اسماعيل حسن محمد. بعد جهل ضابط الشرطه اما تم القبض على واحد معاه سلاح اثناء اذان الفجر والهجوء والدخول في وسط الناس اثناء اذان الفجر. نزلوا البلطجيه، نزلوا الامناء الشرطه ولا ايه، ضربوا نار في الهواء. خلوا الناس كلها انهارت وبقى يجروا وراهم. وفي اثناء خروج عربيات الاتاري دهست الراجل ونطرته فوق ميكروباص. وديته ورحت احمد ماهر. ما عندهمش الاشاعه المقطوعيه. عملوا له كبيره على جهه على رجله وركنوه. جالي واحد من المباحث الضرب الاحمر واتناقشت معاه يعني ايه يركنوه وبينزف من وشه. جابوا لي تاكسي وديته القصر العيني. وهو في القصر العيني لغايه وقتنا هذا لايم يدل ومحضر. عربيه اتاري دايساه. عارف اسم الضابط ولا راكب العربيه ولا اي حاجه معلومات؟ كل ده كان طاير لان هم تسببوا ان الشعب ضرب في الشرطه في السيده. بدل ما يخش بالعربيه. كان يوم ايه يا حاج؟ كان يوم مولد السيده. يوم الثلاث اللي فات، فجر الثلاث. كان بدل ما يخش العربيه على قدر المفتوح قدامه ويمشي. دخل في وسط المولد في الزحمه. وبهدلوا الناس والشرطه اتحرقت. انت بتطالب بايه بقى؟ انا بطالب حق الراجل ده. تمام. وبطالب من النيابه العامه ان تعمل محضر وتجيب حق الراجل ده. التقرير معايا اهو، عملوه للدكتور بس لسه ما ختمتوش من المستشفى. ماشي، شكرا. في ايدي. ماشي، شكرا.